حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا دائما إن أفضل رد على الإساءة للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأفضل رد على المشككين والملحدين ومن يستهزئ بالإسلام وبنبي الإسلام وبكتاب الإسلام، أفضل رد أن نظهر معجزات هذا الدين الحنيف، أن نظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننشر علوم القرآن وعلوم السنة النبوية. اليوم أحببت أن أحدثكم عن اكتشاف علمي يعرفه الأطباء جيدا في مجال علم الأجنة. العلماء اليوم أيها الأحبة، لا داعي لذكر المراجع، هم متفقون، يعني هناك حقيقة علمية يقينية تقول ما يلي. أنا سأقول لكم الحقيقة العلمية، ثم سأخبركم كيف صاغ هذه الحقيقة العلمية بطريقة رائعة حبيبكم عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أيها الأحبة أن النطفة عندما تدخل إلى البويضة فتقوم بتلقيحها، هنا اليوم الأول يسمى يوم التخصيب. قام العلماء بتصوير مراحل خلق الجنين يوما بيوم، فوجدوا شيء غريب، أن نهاية الأسبوع السادس تعتبر حدا فاصلا، يعني ما قبل الأسبوع السادس يختلف عما بعد نهاية الأسبوع السادس. يعني الأسبوع 7 أيام، 6 × 7 6 أسابيع في 7 أيام، يعني 42 يوما. يعني عندما يكون عمر الجنين 42 يوما تحدث أشياء فاصلة، يعني هذا اليوم مهم جدا. انظروا أيها الأحبة ماذا يقول علماء الأجنة بالحرف الواحد. أنا سأقرأ لكم حرفيا من أجل الأحبة الملحدين الذين نتمنى لهم كل الخير أن يعلموا من هو هذا النبي. نريد أن يفتحوا عقولهم ويتعلموا من هذا النبي، يعلمون من هو هذا النبي الذي ينتقدونه ويتهمونه بالخرافات والأساطير. سنقول لكم من هو محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، سأقرأ لكم بالحرف الواحد ماذا يقول علماء الأجنة في آخر الدراسات العلمية. يقولون خلال الأسبوع السادس بعد التخصيب، يعني بعد أن تلقح النطفة البويضة، هذا اليوم اسمه يوم التخصيب. لو قمنا بعد 42 يوما 6 أسابيع، يقولون يبدأ الجنين بالاستجابة للمؤثرات الخارجية من خلال الحركات الانعكاسية التي تصدر عنه. يعني هم يعلمون أنه يستجيب للمؤثرات الخارجية مثل الأصوات العنيفة أو اللمس أو كذا، من خلال الاستجابة أو من خلال الحركات الانعكاسية. ويحدث هذا عند نهاية الأسبوع السادس. يقولون، دققوا معي أيها الأحبة، في نهاية الأسبوع السادس، يعني عند 42 يوما، فإننا نميز الطفل بوضوح مثل كائن بشري، وذلك كما يبدو من خلال المراقبة. إذن قبل اليوم 42، العلماء عندما صوروا الجنين وجدوه مثل جنين القط أو الفأر أو السمكة أو كذا، لأن الأجنة كلها متشابهة فيها، يعني قبل هذه المرحلة. طبعا موقع آخر ماذا يقول؟ يقول إن موجات الدماغ تلاحظ عندما يكون عمر الجنين أكبر من 42 يوما، يعني في اليوم 43 يبدأ الدماغ يبث موجات كهرطيسية. هذه الموجات يمكن قياسها في سن 43 إلى 45 يوما. كذلك التعابير الواعية من الممكن ملاحظتها بعد هذا العمر، يعني بعد اليوم 42 يبدأ الجنين يعبر، يعني تظهر عليه حركات تدل على أن الجنين بدأ في مرحلة الوعي. إذن اليوم 42 هو يوم مميز يختلف عما قبله، يعني اليوم
ما قبل 42 يختلف عما بعد 42. طبعا أيها الأحبة، الدكتور كيث مور يقول في كتابه، طبعا هو عالم شهير، عالم أجنة شهير، يقول إن العيون تبدو واضحة حوالي 42 يوما بعد التخصيب، يعني في اليوم 42 تبدأ العيون بالظهور، وبعد مضي 42 يوما يعني الأذن تتطور بشكل سريع. يقولون أيضا إن الأذنين والعينين تتطوران سريعا خلال من بداية الأسبوع السابع، يعني بعد مرور 42 يوما 6 أسابيع. وهذا يعني أيها الأحبة أن الجنين بدأ بأخذ الصورة البشرية له بعد 42 يوما. هنا أيها الأحبة يعني أنا لدي حديث عجيب رواه الإمام مسلم: إذا مر بالنطفة. يعني أنا قبل أن أقول هذا الحديث أود أن أطرح سؤالا لكل ملحد وكل مشكك. يا أخي، من يستطيع أن يعلم أن الليلة 42 هي ليلة فاصلة في خلال رحلة تشكل الجنين؟ من كان يعلم؟ يعني نحن نتحدث بمعلومات دقيقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، أعطاها الصورة البشرية. العلماء يقولون بعد اليوم 42 يأخذ الجنين شكله البشري، وخلق سمعها وبصرها. السمع والبصر يتشكل بعد اليوم 42. كيف علمنا ذلك؟ علمنا ذلك من خلال قول العلماء إن الحركات الانعكاسية للجنين التي تظهر لديه كرد فعل على الأصوات مثلا تظهر بعد اليوم 42. إذن بدأ السمع يتشكل. يعني انظروا دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، لم يقل إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق أذنيها، لأن الأذن تتشكل قبل 42، بل قال: خلق سمعها، حاسة السمع، الحركات الانعكاسية هي التي تدل على تشكل السمع، لأن الأذن ليست هي السمع. هناك إنسان لا يسمع ولكن لديه أذن، إذا المشكلة في استجابة الدماغ للسمع. الدماغ يبدأ بالاستجابة بعد يوم 42 من خلال إطلاقه للموجات الكهرطيسية، لأن هذه الموجات الكهرطيسية تدل على وجود نشاط، بداية النشاط في الدماغ. نحن الآن بواسطة أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي أيها الأحبة نستطيع أن نرصد نشاط الدماغ من خلال سلوك هذا الإنسان كرد فعل على الخوف أو الحب أو العاطفة أو الغضب أو كذا كذا، تتشكل لديه ردود أفعال، مناطق تنشط يمكن قياسها ومعرفتها من خلال هذه الأجهزة، ومن خلال أيضا قياس الذبذبات أو الموجات الكهرطيسية التي موجات ألفا وبيتا وكذا التي يبثها الدماغ، معروفة هذه. طيب، بعد اليوم 42 هذه الموجات تبدأ بالعمل، تبدأ بالانطلاق. قبل اليوم 42 لا يوجد موجات. إذن السمع والبصر يختلف عن العين والأذن. يعني هنا بعض الملحدين، سأقول لكم أيها الأحبة، عندما يأتي ملحد ليشكك بحديث نبوي هو يسيء فهم هذا الحديث. النبي لا يتحدث عن تشكل العين والأذن. العين تتشكل قبل 42 وتستمر يعني أيام طويلة، أسابيع حتى يكتمل تشكلها. الأذن كذلك، ولكن القضية قضية سمع وبصر. يعني متى يبدأ هذا الجنين بالسمع؟ العلماء يقولون بعد اليوم 42، ويؤكدون أنه في اليوم 43 تستطيع أن ترى ذلك من خلال أجهزة المراقبة. تستطيع أن تعلم أن هذا الجنين بدأ يسمع من خلال
بعض الأصوات الصاخبة أو بعض الـ يعني الترددات الصوتية العنيفة يستجيب الطفل ويظهر ذلك واضحا عليه. طيب هنا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها. إذن أيها الأحبة، الجلد والعظم، على فكرة الجنين قبل اليوم 42 يبدو شفافا، بعد اليوم 42 يبدأ الجلد بالتخلق، طبقات الجلد السبعة، والعظام تبدأ أيضا بالتخلق وتكسى بعد ذلك باللحم. العضلات تتشكل بعد تشكل العظم، العظم أولا ثم اللحم. أنا الآن أيها الأحبة أود أن أختم هذا اللقاء بتساؤل بسيط: هل هذا النبي الذي يصدر منه مثل هذا الكلام العلمي الدقيق جدا، هل هذا النبي يروج للأساطير كما تدعون؟ من سيصدقكم أيها المشككون؟ عندما يأتي أي إنسان غير مسلم ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سيصدق أن مثل هذا النبي الكريم يمكن أن يروج للأساطير والخرافات والعنف والإرهاب؟ إن هذا الحديث والله أيها الأحبة ليشهد أنه رسول صادق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، ويشهد على أن النبي هو رجل علم وليس رجل أساطير. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.